أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامج الشاهد. نواصل استعراض شهادة الأستاذ الدكتور سلطان عبد العزيز المعمري أحد قادة حركة اليسار في اليمن. كنا وصلنا معه في الحلقة الماضية إلى موضوع مغادرة صنعاء واعتقاله من قبل الأمن الوطني. نواصل اليوم استكمال هذه الحلقة وأيضا غيرها من المواضيع. أستاذ، أنت كنت وصلت، يعني بدأنا في الحلقة أو انتهينا في الحلقة الماضية إلى تواصلك مع قادة الحزب في عدن وبالتالي طلبهم منك المغادرة إلى عدن، لكن قبل ذلك كان هناك تواصل بين في تلك الفترة حدث تواصل بين الرئيس سالمين وأيضا الرئيس الحمدي. هل أدى هذا التفاهم إلى تخفيف الملاحقة التي تعرض لها أعضاء اليسار؟ طبعا في تلك الفترة تم يعني إرسال ممثل للرئيس إبراهيم الحمدي إلى عدن واتصل بسالمين وتم التنسيق بين الرئيسين وبدأ التقارب. هذا التقارب يعني أثر إيجابا على علاقة إبراهيم الحمدي بحركة اليسار أو أحزاب اليسار. ففي هذه الفترة بعد عودته، يعني عودة هذا المندوب وطرح الموضوع عليه، بدأت مؤشرات طيبة لعلاقة إبراهيم الحمدي مع اليسار، وما من كانوا يعني ويعلم أنه اليسار كان هو الفاعل المؤثر في الجبهة الوطنية الديمقراطية. فأبلغنا يومها أنا يعني ممثل الحزب الديمقراطي الرفيق محمد أحمد سالم الشيباني وأنا أنه قريبا سيكون في لقاء موسع سيدعو له الأخ الرئيس بالحديدة، وسيعقد هذا اللقاء في الكلية الحربية العسكرية الحربية، وسيدعى له كل ممثلي يعني الفصائل السياسية في الجمهورية العربية الإسلامية والمفكرين والأدباء والمثقفين وممثلي منظمات المجتمع المدني. متى كان هذا تحديدا؟ بعد اعتقالك أم بعد قبل الاعتقال؟ قبل الاعتقال. نعم. قبل ما اعتقل يعني حصل هذا البلاغ وعرفنا هذه الأخبار وتسلمنا دعوات شفوية بأنه ستكون أنت ضمن هذا اللقاء بدعوات رسمية ستأتي لكل الحزب. يعني ففكرة المؤتمر أنه في هذا اللقاء سينشأ تنظيم جديد اسمه المؤتمر الشعبي. ففكرة المؤتمر الشعبي عمليا هي فكرة الشهيد إبراهيم الحمدي. ليس صحيحا ما يقال أنه فكرة علي عبد الله صالح سرق الفكرة هذه من يعني من إبراهيم الحمدي، مع أنه كان غير مطلع على حوارات التي كانت تجري بين فصائل اليسار وإبراهيم الحمدي بعد تحسن العلاقة مع الجنوب. يعني الوحيد اللي كان يعرف عن هذه وهو شخصيا أبلغنا إحنا هذا الكلام وأحمد الغشمي، لأنه عرفنا هذا الكلام بعد ما أطاحوا يعني اغتالوا إبراهيم الحمدي وأخوه الأنصار يعني قادة الوحدة العسكرية. استدعاني إحنا جبهة وطنية للقاء في منزله، يعني في منزل الغشمي. منزل الغشمي يعني، وكان الموعد اللقاء إنه يكون الساعة 8 في تلك اليوم، لا أتذكر إيش من يوم، لكن أعتقد إنه كان خميس أو أربعاء، إنه بيكون الساعة 8 مساء. تجمعنا في بيت صالح الأشول كلنا، وعلى أساس من هناك بنتحرك معا إلى بيت الغشم. هذا الموعد تأخر إلى الساعة حوالي 2 صباحا. فذهبنا للقاء، قعدنا ننتظر. طبعا هو نزل من الطابق الثاني، فوجئنا وهو نازل ينزل معه أحمد الرحومي. طبعا
محمد الرحوم يمثل معنا في سكرتارية الجبهة الوطنية أو يمثل السبتمبريين في الجبهة الوطنية. فوجئنا أنه ينزل مع الغشمي ومعانا مندوبه اللي هو مندوب السبتمبريين صالح الأسود جالس معنا يعني في القاعة في قاعة الانتظار. فقلت للشيباني يعني الله يعطيه الصحة والعافية الرفيق محمد حمد سالم إيش الموضوع يعني؟ فقال هذا كان في عدن الرحومي أرسلوا الغشمي إلى عدن. نعم. فجاء يعطي تقرير عن زيارته لهذا الجنوب. فنزلوا طبعا هو بعدين قال أنا كنت في الجنوب أرسلني الرئيس يعني إبراهيم أحمد الغشمي والعلاقة الطيبة مبشرة يعني أنه يعني بخير يعني. فبدأ يتكلم الغشمي ويقول أنا ما أناش ضدكم ولا عندي أي نية للتعامل معكم بشكل سيء ولا يعني عادي أحد منكم ومدري إيه، وأنا كنت أعرف أنكم تلتقوا بالرئيس إبراهيم الحمدي وكنت أقابل يعني أقابل بعضكم في السلم وانتم نازلين، كنت عارف هذه الاشياء كلها يعني، ولهذا انا مش ضدكم يعني. فاكد هذا لنا انه فعلا كانت الدعوه قائمه او نيه ابراهيم الحمدي قائمه لدعوه اللقاء الموسع هذا وتشكيل تنظيم المؤتمر الشعبي العام. نعم. قبل هذه النقطه يعني كيف تلقيتم نبأ اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي؟ طبعاً تلقينه يعني أسف شديد وألم كبير يعني، لأنه كان كما قلت قبل قليل أنه كان بدأت مؤشرات طيبة يعني لتقارب بين الرئيسين. نعم. وكان هو محدد زيارة للجنوب، حددت يعني زيارة على أساس أنه في عيد الثورة سينزل في تاريخ 13 أكتوبر 67 إلى عدن للقاء مع الرفيق الرئيس سالمين 76 والاتفاق 76 أم 77 بعض الخطوات 77 13 أكتوبر 77 طبعا قبل الاغتيال. نعم. يعني ذكرى ثورة أكتوبر في 77 قبل اغتياله يعني. فقبل اغتياله بثلاث أيام يعني تم تصفية قبل نزوله بثلاث أيام تم تصفيته. نعم. فلو تابعت يعني خطاب الرفيق عبد الفتاح اسماعيل في هذه ذكرى الاستشهاد القاه من التلفزيون عدن تشعر الى اي مدى كانوا متألمين الاخوه في الجنوب لمقتل ابراهيم الحمدي يعني، وانه هذا قطع خط يعني كان مبشر بخير بالاتجاه نحو طريق الوحده. كنتم في عدن وقتها؟ لا أنا لسه عدن في الشمال في صنعاء. نعم. عدن في صنعاء. نعم. هذا الـ 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 الاغتيال يعني ما هي أبرز تداعياته على العمل السياسي خاصة في العمل سواء العمل السري أو حتى العمل التعاونيات وغيرها؟ هذا الحدث طبعا هو كان عامل رئيسي في يعني التحاق أو انضمام الناصريين إلى الجبهة الوطنية. وأتذكر تماماً أنه بعد ما وصل المجاهد القهالي الذي كان رئيسي في بالنسبة لتيار إبراهيم الحمدي ومسؤول المعسكر أكبر معسكر في عمران اللواء الأول مشاه يعني، بعد ما وصل على طول طلب الانضمام ودخل كممثل لحركة 13 يونيو أو تنظيم جبهة 13 يونيو. فهذا عزز أو أضاف قوة جديدة للجبهة الوطنية. بالنسبة لكم أنتم يعني هل اتضح بالتفصيل من الذي شاركوا في عملية الاغتيال والتصفية؟ طبعا بشكل رئيسي هو علي عبد الله صالح والغشمي والمستشار العسكري السعودي الهديان. ديان
ماذا عن مشاركة مشايخ القبليين؟ من؟ المشايخ القبليين. المشايخ كلهم شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر، الكل كانوا على اطلاع بتفاصيل هذه العملية. نعم. يعني ابن عبد الله بن حسين سنال ما عدا طبعا المطري ما أحمد علي المطري. أيوه أحمد الشيخ أحمد. لكن البقية كانوا بالذات مناطق يعني مشايخ شمال الشمال كانوا على علم بهذه. طيب في هذا السياق الرئيس سالمين حضر أصر على حضور التشييع، ويبدو أن هناك من يقول أنه نفذ أو خطط لعملية الاغتيال للغشمي. طبعا هو كان يعني متأثر كثير جدا، يعني لأنه كما قلت قبل قليل أنه بدأ يبني علاقة طبعا صادقة مع الرئيس إبراهيم الحمدي، ويبدو أنه اتفقوا على أشياء خطوات يعني إجرائية أنه تتم بعد عودته إلى صنعاء، من ضمنها اللي هو تشكيل مجلس أعلى للشطرين ولجان فرعية تخصصية تتولى عملية الإعداد ما في ذلك الدستور. نعم. الإعداد للوحدة ما في ذلك إعداد دستور. فطبعاً هذا أثر كثير على سالمين شخصياً، لأنه كان هو الرجل المباشر اللي على علاقة مع الرئيس يعني. وطبعاً أنا كأي واحد سمعت هذا الكلام أنه يعني حتى الاتهام كان داخل الجبهة القومية لسالمين، وعلى هذا الأساس تم تصفيته يعني محاكمته، تصفيته أنه وراء عملية الاغتيال، وأنه هذه العملية ستصير مشكلة مع الشمال، ممكن تكون تصل إلى حد المواجهة العسكرية. لكن ما فيش أي وثائق رسمية تثبت أنه هو من كان. الأخبار اللي كانت موجودة أنه سالمين فعلا أرسل مندوب معه شنطة، لكن هذا المندوب تم تبديله في مطار عدن، تم تغيير هذه الشنطة من قبل صالح مصلح قاسم. صالح مصلح وعلي عنتر. وعلي عنتر هذاك وزير دفاع وهذاك وزير داخلية، يعني هم اللي كانوا وراء عملية التصفية في تقديري هذا. نعم. من المعلومات التي عرفتها بعد نزول عدن يعني. نعم. في السياق في التزامن مع التوتر والاغتيالات والتصفيات في الشمال، لم يكن الوضع أحسن من في الجنوب. تم الإطاحة بقحطان الشعبي. ما هي لماذا تم الإطاحة بقحطان الشعبي في يعني رغم أنه كان لديه خط واضح؟ قحطان الشعبي. نعم. طبعا صفي قبل سالمين. نعم أنا أتحدث عن الصراعات أيضا في الجنوب يعني. هذا ضمن الصراع في داخل الجبهة القومية، مش في الجنوب. نعم. ولكن داخل الجبهة القومية ونشوء تيار ما أطلقوا عليه اسم التيار اليميني والتيار اليساري. فضمن هذا الصراع الموجود في الجبهة القومية تم ابتعال قصة أنه يعني فيصل عبد اللطيف حاول الهروب من السجن، وأن الحراسة هي اللي أطلقت النار، وتم أيضا تصفية الرئيس قحطان، الرئيس أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الجنوبية الشعبية المناضل الكبير والأمين العام الأول للجبهة القومية. نعم. قحطان محمد الشعبي. طيب هل كانت المبررات موضوعية لتصفيته؟ هل كان هناك مبررات موضوعية لتصفية الرئيس قحطان الشعبي؟ وأنت ما كان رأيك وقتها؟ أنا كنت ضد هذا العمل. أنا من البداية إلى النهاية إلى اليوم أنا قلت هذا الكلام لأكثر من مكان ولأكثر من شخص، أنه أنا ضد الاغتيالات السياسية. نعم. بصرف أنه مش اللعب مع الرفاق، ولكن حتى ضد يعني تصفيات غير الرفاق. نعم. من أحزاب أخرى أو حتى من القوى السياسية المعادية، ضد أسلوب حاجة اسمه اغتيالات سياسية. طيب يعني هناك حصل في يعني هناك صراع بين الجبهة القومية وجبهة التحرير، تصفيات بدأت
أسفرت بعدين إلى هروب مجموعة من قيادات جبهة التحرير. طبعا هذا الاختلاف والصراع بين جبهات القتال أو ما يسمى بتنظيمات الكفاح المسلح تفجر يعني بحدية وبصدام مسلح عشية الاستقلال، عندما أعلنت بريطانيا أنها ستسلم الجنوب للجبهة القومية، فحصلت المعارك المسلحة والصدام المسلح في الشيخ عثمان والمنصورة وأماكن أخرى بين جماعة الجبهة القومية والتنظيم الشعبي وجبهة التحرير، مع أنه هذا عمل يعني غير يعني غير صحيح، يعني أنه رفاق السلاح بالأمس اليوم يقتتلوا، هذا عاد ما وصلوش للسلطة، كيف لما يصلوا للسلطة يعني؟ نعم. فكان عمل مدان يعني من قبلنا نحن بالذات الشيوعيين يعني، لكن بالنسبة للأحزاب الأخرى بالذات القومية موقفها كان موقف آخر. كان هل كان صوتكم كحزبيين أو شيوعيين أو مثقفين شماليين مسموع في لدى الجبهة القومية أو جبهة التحرير؟ أيوة مسموع، حتى إن كان مرفوض لكن مسموع. أنتم هل انحستم إلى أي طرف انحستم، الجبهة القومية أو جبهة التحرير؟ إلى أين انحستم أنتم؟ إحنا انحزنا. هل انحستوا إلى جبهة التحرير؟ يعني كشيوعيين ولا كأحزاب أخرى يسار؟ كشيوعيين وكيساريين. لا نحن كشيوعيين كنا يعني مع كل التنظيمات، يعني تقف ضد الاستعمار أو تطالب بالاستقلال وتكافح سواء عمل مسلح أو عمل سياسي. نعم. نحن كنا أيضا مع إنه مع الكفاح المسلح ولكن أيضا مع العمل السياسي والعمل الجماهيري. نعم. في حين مثلا القوميين وذات العرب، حركة القومية العرب كانت مسدودة للجبهة القومية. الكتاب نايف حواتمة اللي هو أزمة الثورة اليمنية أدى لي تجربة الثورة. نعم. أدى لي أزمة داخل الجبهة القومية وحزب التحرير أيضا، وأدى لي صراع. ما سبب يعني ما هو التأثير الكبير لهذا الكتاب؟ طبعا التأثير لنايف حواتمة حركة القومية العرب قبل الكتاب. نعم. الكتاب هذا كان يعني فيما بعد، لكن التأثير هو يعني من البداية منذ أن تشكلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهم منحازين للجبهة القومية بل ومؤثرين على الجبهة القومية وقادات الجبهة القومية. تقريبا كل القادة كانوا متأثرين بنايف حواتمة وجورج حبش، وبالذات نايف حواتمة لأنه كان في تلك الفترة أول من خرج أو أعلن عن نفسه أنه خرج من الفكر القومي إلى الفكر الاشتراكي، أو تبنى الفكر الاشتراكي والفكر اليساري يعني. فطبعا كانوا متأثرين كثيرا، ومؤثر هو فارض شخصيته على هذه القيادات إلى حد أنه كان يعني له يعني زيارات منتظمة رسمية وغير رسمية لعدن هو وأعضاء كثيرين من المكتب جورج حبش وطرابلسي إلى آخره يعني. نعم. من الأسماء هذه القيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يعني. وسأتحدث بعد ترابل. نعم. كيف أنه هذا التأثير و يعني أو عبروا عنه. نعم. الإخوان في الجبهة القومية يعني في إحدى الأيام أنا حضرت لقاء دون أن أكون مدعو لهذا اللقاء. نعم. كان نايف حواتمة وتنظيم نايف حواتمة قد خرج مجموعة من مقاتلي جبهة 13 يونيو، سموهم
مقاتلي حرب المدن. نعم. حرب المدن، فأتى إلى عدن فعمل له الأخ مجاهد القهالي احتفال رسمي، موجبة وجبة أو حفل غداء، غداء رسمي كبير. لا كنت يومها قد مسؤول يعني مدير مدرسة فرع مدرسة العلوم الاشتراكية في الجنوب. نعم. عمل يعني انشئ فرع ومقره دار سعد خاص بالفرع الحزبي في الشمال والجبهة وأعضاء الجبهة الوطنية. ففي أحد الأيام وأنا يعني عائد من العمل وقفت عند في حور مكسر في محطة بترول مقابل ثانوية الجلاء أعبي السيارة بترول، فلاحظت مجاهد قبلي في الطابور، نزلت سلمت عليه، فلفت انتباهي وجود كثير من الحرض الخاصة بوجبة السلطة الصنعانية. فسألته هل لديك عرس يا رفيق مجاهد؟ قال لي لا، إذا تشتي اليوم وجبة غداء صنعانية اتبعني إلى البيت وبتعرف هناك كل شيء. طبعا عبه ومشى وأنا طبعا وصلت وعبيت، كان هو قد مشى قبلي، وما عبيت ذا اتجهت، أنا كنت أسوق سيارتي إلى بيت مجاهد القهالي. كان بيته في خور مكسر، تحصل على بيت أهداها له الرئيس علي ناصر محمد، كانت هي مسكن له، بعدين هو انتقل إلى التواهي فأهدى هذا المنزل لمجاهد القهالي يعني لما وصل. فأول ما وصلت عند البيت استقبلني أحد الإخوة أخوة المجاهد القهالي، دخلنا أشوف في تجمع يعني كبير وبدأوا الناس يتوافدوا. نعم. فأخذني طبعا من الطابق السفلي إلى الطابق الثاني، هناك وجدت مجموعة من أعضاء المكتب السياسي قد هم موجودين، وأتذكر منهم يعني جار الله عمر، يحيى الشامي، صالح مصلح، علي عنتر. بعدها جاء بدأت وافدوا آخرين، جاء حسين الهمزة أمين عام منظمة المقاومين الثوريين، والأمين المساعد له الرفيق أحمد علي السلامي الله يرحمهم الاثنين يعني توفوا، آخر واحد توفى الآن قبل سنتين تقريبا أو أقل من سنتين اللي هو الرفيق أحمد علي السلامي. نعم. فآخر الواصلين كان هو الرفيق علي ناصر محمد عبد الحجي نرزق ربنا يعطيه الصحة والعافية، ومعه نائب حاتم. دخلنا طبعا كانوا الأخوة كلهم قد بدأوا يشربوا مشروبات يعني مشهية، لا أدري إيش يعني بالضبط. وصل الرئيس ومعه الضيف الرسمي لهذه العزومة نائب، فأخذ الحديث، كان الكل يتحدث داخل القاعة، وطبعا تعرف أنت في ظل القات والمشروب. نعم. الكل واحد يمسك له واحد يهدر معه يعني. فأخذ الحديث الرفيق علي ناصر ونظم الحديث بدأ وأعطى الكلمة الأولى لنايب حاتمة. طبعا تكلم نايب حاتمة وشكر مجاهد القهالي على هذه العزوة، عندها عرفت أنه هذا الحفل الرسمي العزومة الرسمية هي على شرف نايب حاتمة، نايب حاتمة، وأنها بمناسبة تخرج الدفعة المقاتلة حرب المدن. هذا دفعة للشمال. أه؟ دفعة أيوة تبع الشمال. الشمال.
طبعا تكلم عن الوضع في الجنوب اولا، وبعدين بدا يتكلم عن الوضع في الشمال. نعم. انتهى من الكلام حقه، كان كل يعني كلامه كثيرا يعني عن الجنوب، وبعدين تعرض قلت لك للشمال، وبدا يحدد ماذا يجب على الحركه الوطنيه في الشمال، ايش الاساليب التي يجب ان يتبعها هو يعني من وجهة نظره يعني. وجهة نظره نعم. فلما خلص الكلام الرفيق علي ناصر شكى من ممارسات او من عدم تنفيذ بعض اعضاء المكتب السياسي لقرارات الهيئه القياديه العليا يعني هو المكتب السياسي، وذكر بالاسم تحديدا صالح مصلح. فقال يا رفيق نايف شيء اقول لك يعني واشكر انه بعض الرفاق لا ينفذوا قرارات القياده العليا يعني. فاخذ الكلام نايف حواتم وبدا شديدا بحديه يطرح يعني ويوجه الكلام لصالح مصر يعني انه هذا عدم تنفيذ قرار الهيئه السياسيه العليا للحزب اضرار بالحزب وبسياسه الحزب الداخليه والخارجيه وعلاقته مع الدول الخارجيه. وكان كلما يتكلم يقوم صالح مصلح قال حاضر يا فندم، ومثله يعمل علي عنتر علي ناصر علي عنتر يعني. وكلما استنكر موقف معين لهؤلاء الناس قاموا يؤدوا التحيه العسكريه. هذا دليل تأثير قوي بتقديري يعني تأثير قوي لهذا هذه الشخصية التي كانت تعتبر نفسها يعني انه وصية على العمل اليساري في اليمن. يعني كان يقدم نفسهم الجبهة القومية او جبهة القومية العرب او حركة القومية العرب كأوصياء على الجبهة القومية. نعم، وانه رجل خرج من الفكر القومي والفكر الاشتراكي والنوع، وقال لهم يعني انه هذا يعني في ضرر كبير على الحزب، وانه ضروري الحزب يكون موحد الموقف وموحد في قرارات. فسالوا يعني ايش هو القرار هذا؟ قال له علي ناصر انه نحن كلفناه يعني بزيارات ليبيا واللقاء بمعمر القذافي. طبعا لم يحدد التفاصيل، قال في القرار في قرار التكليف محدد بالضبط ايش هو المطلوب من هذا اللقاء يعني. فكان واضح مدى تاثر هؤلاء الناس او تاثير نايف حواتمه على هؤلاء الناس. نعم. لما وصل الى قضيه الشمال انا طلبت الكلمه من الرفيق علي ناصر محمد انه ايش اعلق على كلام علي نايف حاتم. اعطانا طبعا مشكورا الكلمه. فقلت للرفيق نايف حاتم ابديت عدم رضائي وعدم موافقتي لما طرحه حول الاوضاع في الشمال، وبالذات عندما حاول يملي علينا اشكال النضال. نعم. على سواء لما تكلم عن الاوضاع في الجنوب او بالنسبة لنا يعني في الشمال يعني، انه لازم هكذا قال يعني ضروري جدا ان تلتزم القوى الوطنية وان تتبع هذه الاشكال. نعم. انا هذا الكلام طبعا لما استصغه ولما ارتاح له وعبرت عن عدم رضائي لهذه المسألة. نعم. فخلصت انا طبعا حقي الكلام. وجه هو او رد بسؤال الرفيق علي ناصر محمد، قال له من الاخ المتحدث؟ طبعا انا لاول مرة أقابل نايف حواتمة. فقال له الرفيق علي ناصر محمد هذا الأخ المتحدث هو سلطان عبد العزيز المعمري أبو حديد أحد قادة اليسار في الشمال أحزاب اليسار في الشمال عضو سكرتارية الجبهة الوطنية الديمقراطية. فقال رد نايف قال ولهذا الأخ سلطان أبو حديد يعني ابدا بحديه معي يعني. عقبت عليه قلت له يا رفيق نايف عفوا يعني انا ليس في كلامي اي حديه، لكن
الموقف وأهمية هذا الموقف وحساسيته بالنسبة لنا في الشمال كحركة وطنية، هو الذي فرض علي أننا أرد. وثانيا أنه نحن أدرى بظروف النضال في الشمال وبأشكال النضال وكيف لنا أن نواجه هذه السلطة الرجعية الدكتاتورية العسكرية في صنعاء وفضح سياسات هذه السلطة العسكرية الدكتاتورية، ما في ذلك كذا حددته لو قلت له اغتيال إبراهيم الحمدي واغتيال الغشمي بالنص يعني قلت له واغتيال الغشمي وآخرين من قادة الحركة الوطنية وحتى المدنيين العاديين. وسيأتي قلت له الوقت الذي يعني نعد أو تعد كشوفات بهذه الأسماء القوائم التي صبها علي عبد الله صالح. طيب كنت تناقشوا الوضع في الشمال بهذه الأريحية، لكن ماذا بالنسبة للوضع في الجنوب؟ حركة الاغتيالات اللي طالت الرؤساء بما في مسالمين في هذا اللقاء، لأنه ليس لقاء رسميا، لم تناقش قضية الوضع في الجنوب نهائيا. هذه كانت لها طرق. اغتيال الرئيس سالمين هل كان بداية أيضا أو هل خدم فكرة توحيد العمل اليساري في الشمال والجنوب؟ لأنه كان هو معارض لفكرة إنشاء الحزب الاشتراكي وكان من المتشددين. يعني الحادثة اغتيال محاكمة واغتيال وتصفية الرئيس سالمين كان هو الحدث الثاني المؤلم والكبير والمؤثر في الوضع القيادي والوضع السياسي للنظام في الجنوب. يعني سالمين طبعا كان الرجل الأكثر تأثيرا والأكثر شعبية في الجنوب والأكثر بساطة وعلى علاقة مباشرة بالجماهير والشعبية، سواء بالذات في الأرياف وفي المحافظات وفي عدن يعني. ولهذا كان هذا تصفيته يعني شيء مؤثر ومؤثر جدا يعني داخل الجبهة القومية وعلى الوضع السياسي بشكل عام يعني، وعلى التنظيم وقواعد التنظيم ومنظمات التنظيم الجبهة القومية. وهذا الصراع دار في إطار ما كان يسمى اليسار المتطرف، التيار اليساري المتطرف. بعدين بعض اغتياله أو إحدى التهم اللي قالت إنه هذا يساري متطرف واليسار الوطني التقدمي الآخر بقيادة عبد الفتاح الشهيد عبد الفتاح إسماعيل. طيب يعني باغتياله تم إنشاء الحزب الاشتراكي اليمني وتم أيضا توحيد فصائل اليسار. كان لسه قبل ما يعني يستشهد ويحاكم ويقتل ويصفى جسديا سالمين كان يحضر اجتماعات المجلس الأعلى، لأن المجلس الأعلى كان برئاسة الرفيق الأمين العام للجبهة القومية للتنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية الرفيق الشهيد عبد الفتاح إسماعيل. نعم. لكن كان حق لأي قيادي من الشمال أو من الجنوب الحضور لهذا اللقاء أو الاجتماعات بطلب طبعا من الرئيس موافقة أو طلب من رئيس يعني الرئيس الأعلى لهذا اللي هو عبد الفتاح إسماعيل. فكان يحضر اللقاءات وفي لو شفت الوثيقة وتجد يعني سالمين موجود وأنا كنت على يمينه أو على يساره لا أتذكر. وكان يعني هو حاد يعني مش إنه رافض ولكن يتكلم بحذر عن مسألة الوحدة بين التنظيمات في الجنوب والتنظيمات اليسارية في الشمال. يعني كان الإخوان في الجنوب قد توحدوا
الثلاث التنظيمات في تنظيم واحد. نعم. سمنه يومها التنظيم السياسي الموحد، الجبهة القومية، لأنه كان أولاً اسمه الجبهة القومية فقط، والاتحاد الشعبي الديمقراطي وحزب الطليعة الشعبية. بعدين لما انضموا في 5 فبراير 1975 تغير اسم الجبهة القومية وتحول إلى اسم تنظيم الجبهة القومية، تنظيم الجبهة القومية، تنظيم السياسي الجبهة القومية، التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية. كم هي الأحزاب التي انضمت بعد ذلك في التنظيم الموحد اللي هو؟ في هذا التنظيم، التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية. لا، في الشمال والجنوب. اللي هو الحزب الاشتراكي. الحزب الاشتراكي اليمني الموحد. نعم. 8 أحزاب، 5 في الشمال والثلاثة في الجنوب. يعني هل هذا التشكيل الحزب الاشتراكي الموحد أدى لتفاقم المشاكل وبالتالي يعني إزاحة عبد الفتاح لأسباب مناطقية؟ هذا في عام 80 بعد. نعم. في عام 80 نشأ خلاف بين أعضاء المكتب السياسي، وكان يتزعم هذا الاتجاه المطالب بإزاحة عبد الفتاح إسماعيل من أمانة الحزب وضرورة مغادرته إلى الجنوب، هو علي عنتر وصالح مصلح قاسم. نعم. بالأساس يعني، وآخرين طبعا معهم، لكن هذم كانوا هم الواجهة الرئيسية باعتبار هذا وزير دفاع وهذا وزير داخلية. فطبعا وصل هذا الموقف أو الحدية في هذا الموقف من الرفيق عبد الفتاح إسماعيل لشعور داخلي داخل التنظيم، وليس بعيدا طبعا عن هؤلاء الناس النزعة المناطقية، أو نعم. هذا شمالي وأنه يكفي ما حصل في الفترة الماضية وعليه أن يغادر ويترك الجنوب والتنظيم الرفاق الجنوب. طبعا شكلت يومها ما سمي بلجنة الوساطة من كل أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني فرع الشمال اللي هو تنظيم حزب الوحدة الشعبية. قيادة جار العمر. يومها بقيادة جار العمر؟ لا، بقيادة يومها كان آخر رفيق عبد الحافظ قائد، وهو أول شخصية يسارية في الحزب بالحركة القومية العرب اللي نقلوا هو وعبد القادر سعيد يعني الله يرحمه، ويرحم أيضا الرفيق عبد الحافظ الآن قد توفى. نعم. والسلطان أحمد عمر، كل هؤلاء القادة القدامى اللي نقلوا الحركة إلى الفكر الاشتراكي كانوا هم، كان هذا بالذات عبد الحافظ هو رئيس اللجنة هذه. نعم. طبعا ذهبنا لأطراف الخلاف موجود في المكتب السياسي وقابلونا احنا في بيوتهم، إلا صالح مصلح رفض يقابلنا في البيت، وطلب أنه إذا أردتم مقابلتي فتفضلوا تعالوا إلى الوزارة الداخلية. نعم. طبعا ذهبنا إلى وزارة الداخلية، حدد الموعد وذهبنا. عندما وصلنا إلى الباب وزارة الداخلية قلنا لنا سلموا الأسلحة، إذا عنده مسدس ولا حاجة يسلم. أنا دقيت كذا محمد رفيق محمد سالم الشيباني، قلت له يعني استحضرت موقف سابق في حصل في الصومال، محمد زياد بري دعا الشيوعيين واليساريين ودخلهم الكلية الحربية وأجبرهم على توقيع وثيقة لم يكونوا مقتنعين فيها يعني. فقلت له إيش محمد يعني بيحصل لنا الموقف نفسه؟ أقول له قال بندخل بنشوف يعني. فطبعا دخلنا جلسنا معه، تكلم أول الرفيق عبد الحافظ قال شرح له يعني مهمتنا وإيش زعلنا حتى الآن، وإنه حرصنا يعني إنه ما يحصلش أي
اختلاف ولا انفجار لاي موقف في الجنوب، لانه هذا مش لصالحنا لا في الجنوب ولا في الشمال يعني، ولا للناس الوطنيين في الشمال ولا في الجنوب. ولهذا يجب ان يتم يعني التئام هذا الخلاف وعدم الاصرار على خروج عبد الفتاح اسماعيل. طبعا اخذ الكلام صالح مصلح وبدا يتكلم بحديه يعني بحق عبد الفتاح اسماعيل، ويقول يا اخواني هذا صاحبكم، كذا يقول لنا صاحبكم يعني من عندكم من الشمال، هذا صاحبكم يا اخي مش راضي يفهم، كذا يقول مش راضي يفهم. ليش؟ قال نقول له وعبده، بعد يتكلم باللهجه حقه الطالعيه، وعبده البصل زاد سعره، الصيد زاد سعره، وهذا زاد سعره، وانت وهو قال جالس في معاشق لا يقرا في الكتب الماركسيه، في هذه اسمها هذه المراه قال الالمانيه، انا استحضرت بهذا الاسم، قلت له تقصد يعني هذه القائده الالمانيه فلانه بنت فلان، قال اوه فدوت امك، ايوه هذه شي كتبت عن عدي عنتر عبد الفتاح اسماعيل. قلت له طبعا ما كتبتش. قال نقول له عبده راجع شوف الاوضاع الموجوده، وعبده الاشياء غاليه والاسعار زادت، قال هو لا يقرا لي هل كتبت ولا ما كتبش عن هذا الخلاف. اسمعوا قال شلوا صاحبكم، كذا يقول لنا شلوا صاحبكم بكره ولا بكره والله لا تفهم معه، عمل كذا بالمسدس يعني يأشر على المسدس، ولا بالدريق قال كلمة سيئة يعني مش لطيفة، مشيش أقولها يعني بهذا أتفهم معه، لأنه كان اليوم الثاني اجتماع المكتب السياسي. نعم انتهى الاجتماع، ويقول لنا كذا خلاص انتهى، ورن دق الجرس، دخلت أمل كوعدل كانت سكرتيرة حقه، قال تحت الباب للرفاق خرجوا، بدأ بالحافظ يقول له طيب بنوضح بنشوف يتكلموا ذا، قال له خلاص انتهى، خرجنا. أول ما خرجنا طبعا تكلم معنا رئيس اللجنة يعني بالحافظ قائد إنه يعني خلوكم منتبهين وكذا إلى آخره، وأنا سأنقل هذا الكلام إلى الرفاق في المكتب السياسي. عندما خرجنا كانت الشوارع قد مليئة بال طبعا محسن نزل قوات أمن الدولة، صالح مصلح وعزيز نزلوا قواتهم، وكاد الموقف إنه ينفجر في تلك اللحظة يعني أو في تلك الأيام يعني، ولهذا سميت أزمة المكتب السياسي. نعم. كنا نتنقل ولقاط في كل يعني بين الكريتار ولما تصل التواهي تمر ثلاث أربع نقاط يعني. فعبد الفتاح كان هو الأحرص والأكثر استيعاب للموضوع ولمآلات هذا الإصرار، فبادر للاستقالة، قدم استقالته للمكتب السياسي وطلب انه يغادر البلد، فغادر الى الاتحاد السوفيتي. هل هذا المغادره هل اضعفت التيارات الشماليه داخل الحزب الاشتراكي؟ طبعا هذه كانت يعني بدايه لتوسيع هذه النعره المناطقيه يعني. نعم. لكن وجد هذا التيار مناصرين له أو أقرب لطرحه، مش طرحه المناطقي ولكن طرحه السياسي. نعم. وأول الناس اللي كانوا يعني متفقين مع صالح مصلح وعلي عنتر
الرفيق جار الله عمر يعني، وحسين الهمزة وآخرين يعني. فطبعا لأنهم يعني الشخصين الرئيسيين في الجنوب اللي كانوا وراء عملية تمويل العسكري لتنظيمات الجبهة القومية، تنظيمات الجبهة الديمقراطية الوطنية الديمقراطية في الشمال، وبالذات الحزب الديمقراطي والمقاومين الثوريين، يعني تنظيمي الكفاح المسلح في المناطق الوسطى، هو صالح مصطفى علي عنتر. في هذه النقطة يعني قبل أن نصل إلى ختام الحلقة هذه، في تشكيل بداية تشكيل الجبهة القومية أو جبهة الجبهة المناهضة لحكم علي عبد الله صالح، أنتم الجبهة الوطنية الديمقراطية. الجبهة الوطنية الديمقراطية نعم. في هذه اللحظة قرار تشكيل هذه اللجنة والانتقالها من العمل السياسي إلى العمل العسكري، ما هو الدافع؟ لا، الجبهة الوطنية لم تكن معنا للكفاح المسلح. نعم. لأنها كانت تضم كل الناس يعني. الأحزاب التي كانت في سكرتارية الجبهة الوطنية هم الحزب الديمقراطي، حزب الطليعة الشعبية، البعث، اتحاد الشعب الديمقراطي، المقاومين الثوريين، حزب العمل، يعني كل الناس موجودين فيه. ولهذا ما كانتش هذه التنظيمات، نعم، يعني إذا ما استثنينا الحزب الديمقراطي باعتبار أنه من جماعة الكفاح المسلح وعنده جيش الشعب الثوري والتنظيم ومنظمة المقاومين الثوريين، نعم، الأحزاب الأخرى كانت مش مع الكفاح المسلح، كانت ضد الكفاح المسلح مع العمل السياسي والعمل الجماهيري. رغم المخاطر والاعتقالات والتصفيات التي كانوا يتعرضوا لها، لم تفكروا أو لم تفكر هذه الأحزاب بالانتقال للعمل المسلح إلا بعد تقريبا فشل الانقلاب الذي قام به الناصرين، أم ربما كان هناك حركة سبقت ذلك اللي حركة عبد الله عبد العالم؟ يعني العمل المسلح بدأ قبل هذا، قبل حركة النصر. نعم، مع مبادرة عبد الله عبد العالم صنعاء بعد اغتيال الحمدي، كان هناك حديث عن مخطط لانقلاب ويشارك فيه قوات عبد الله عبد العالم اللي هي المظلات وايضا قوات العمالقه وغيرها. طبعا قبل انسحاب عبد الله عبد العالم اليسار كان عنده لجنه تنسيق اسمه، وكان يراس هذه اللجنه الرفيق محمد سالم الشيباني مثل الحزب الديمقراطي. قررنا في التنظيم اللقاء لجنة التنسيق انه نذهب لمقابلة عبد الله عبد العالم. طبعا بعد تدارس كل الوضع وحيثياته وحساسية الموقف الموجود وطرح بعض الرفاق الذين يمتلكون قوات عسكرية في بعض الوحدات انه لازم من عمل شيء، فذهبنا إلى عبد الله عبد العالم والتقينا فيه، كان المتحدث باسمنا، ذهبنا ثلاثة من اليسار، محمد أحمد سالم الشيباني وعبد القادر هاشم الله يرحمه وأنا سلطان عبد العزيز. نعم. وكان المتحدث الرئيسي في اللقاء هذا هو الرفيق محمد أحمد سالم الشيباني، طرح له وجهة نظرنا أو وجهة نظر اليسار، وقال له أنه لازم الوضع يتطلب عمل شيء معين، وأنه هذا العمل الشيء اللي مطلوب فيه ما فيش يقدر أي واحد يحق له يعني يتحرك أو يطالب فيه إلا أنت باعتبارك عضو مجلس قيادة الثورة، مجلس القيادة يعني. والمطلوب منك انه يعني تبدا خطوات في هذا الاتجاه، واحنا يعني كحركه سياسيه سنحرك الشارع لتأييد هذه الحركه. وهناك وحدات، هكذا قيل له، هناك وحدات يعني على استعداد ان تتحرك الى صنعاء لتنفذ ما تعطيها من اوامر. وحددوا له بالاسم يعني قوات العمالقه في
احتمال ستدخل، والنواة الأول مشافي عمران سيدخل، والمظلات ستتحرك، والصاعقة ستتحرك، والمدفعية ستتحرك. المهم أنه تبدأ أنت بالتحرك وتعطي تعليماتك. نعم. اتفقنا على هذا. نعم. وانسحبنا، يعني خرجنا من البيت. بعدين فجأة يعني اتخذ قرار شخصي وانسحب. نعم. من أن يعلم اللجنة. نعم أستاذ، عند قرار عبد الله عبد العالم الانسحاب سنتوقف ونستكمل مزيد من التفاصيل في الحلقة المقبلة. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور سلطان عبد العزيز المعمري. نلقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.